وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا زدنا محبة لك وزدنا توقيرا لك حتى نقدرك حق قدرك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان. الآن إن شاء الله تعالى في كلمات قليلة وموجزة ولها قيمة لمن يريد أن يجد فيها قيمة، هو أننا نحن المسلمون لسنا طلاب حرب إلا في حالات قليلة جدا عبر تاريخنا. نحن دعاة السلام، ورايتنا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس فيها أي إذا لمن قدر الله حق قدر، بل فيها البشرى لمن هم على الفطرة. لكن من سوء حظي أغلب الإنس والجن أنهم خرجوا من الفطرة واستبدلوها بما هو يدفعهم إلى جهنم بخطى حثيثة. اعلموا أننا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام نريد أن نكون كما كان سيدنا عليه الصلاة والسلام نبي المرحمة، أي مؤهل للدعوة إلى السلام مع رب الأنام، لأنه هو بعث في زمان ومكان. أما الزمان فكان من أسوأ الأزمان قبل البعثة، وأما المكان فهو باق منذ أن أوجد الله هذه الأرض أفضل مكان. فجاء الزمان ليس في صالحه، ورام من الجهاد والعنت والإذلال والطغيان والإذلال بصفة عامة، وأخرج من أفضل مكان وعوضه ربنا سبحانه وتعالى بمكان يليه في الدرجة الأفضلية، وانطلق فاتحا بسلم لم يقتل إلا القليل من المشركين في مكة، والفرض يعود إلى الله ثم إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. قد يقول من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيت فلان فلان فهو آمن. أنا حبش نسميه خضر الله أعلم به، ربما زفت، ربما وقت اللي غلب وراء روح مسلم أبو سفيان. على كل حال أكرر، إذا كان نحن في حالة حرب لسنا نحن الذي اخترناها، احنا اخترنا السلم، فما من هم صاينا يوري في رواحهم اليوم أفضل العباد، وهم الوحيدين اللي يعرفوا رب العباد، وهم أبناء الله وأحباؤه، وهم في الحقيقة أكبر أعداء الله ورسل الله عليه السلام. بعض منهم قتلوا كسيدنا زكريا عليه السلام وابنه يحيى عليه السلام. هؤلاء اليوم ولوا ملائكة، هذا عند أغلب البشر، وقاعدين يجبوا فيهم بحيلة جوا كلبك يتبعك، فأصبحنا أحنا الشر حال من الأيتام في مأدوبة الأيام. لكن الحقيقة نحن خير العباد، لأن رغم قلتنا وقلة عدتنا الله تكفل بنصرنا، ونحن منصورون بمسيرة كبيرة في قاع الدنيا. الناس تخاف منا على قلتنا، تخاف منا لأنه لم يخشى الله خوف الله منه كل شيء. من في الطليعة مشكون مش يخاف من نحن. احنا قلنا لكم دعاء السلام، إذا كان خوفكم مش تنسبوا إلينا، لا، اسبوا إلى طبيعتكم اللي هي ملوثة بالشيطان الذي استلبكم شخصيتكم وضع عليكم هويتكم فأوقعكم في شراكه حتى أصبحتم لا تعقلون صم بكم عم، فلا ترون الحقيقة، حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله الذين اللي نعيولها. ونحن نسأل الله أن تكون أسرارنا خير معالنيتنا فيما يرضي الرحمن، والصلاة والسلام على رسل الله الكرام.